من انتم في وضعيه غير قانونيه، علاش تستحق امضاء وقيل لي زاولكم في المقاطعه النهار الاول؟ هذا بغينا الرئيس هو اللي يجاوب على هذا. هذا رئيس الجماعه الذي هو واحد الوضعيه يعيق الاستثمار. علاش الدوله تخلص عنده في الطريق؟ من راينا انه مظلوم. الطلب ديالهم اللي تحط في الجماعه ما تمش الرد عليه بتاتا. انا هنا تجي القوه، تجي اللي بغى يجي. عاش الملك فقط. ما نخليه واش يتعرض للتشرد هو والعمال اللي عنده. هاد الناس راه غنساندوهم الى اخر رمق. علاش؟ حيت ما تنصفوش في الحق ديالهم والمحكمه ما نصفاتهمش في الحق ديالهم. كيدير بعدا بخير؟ الحمد لله. اشرح لي شنو هو المشكل بالضبط عندكم في هذه القهوة هذه؟ المشكل اللي عندنا هو عندنا مشكل مع الجماعة ديال تطمليل على واحد العقار اللي هو عبارة عن مقهى موكادور اللي معروفة في المنطقة. هاد المقهى سيدي خديناها عند ناس كارين الأرضية ديالها من عند الجماعة. شريتوها من عندهم نتوما؟ شريناها من عندهم. هما كانوا كارينها من الجماعة؟ هما كانوا كارينها من الجماعة. ولكن اش شريتو؟ شريتو العقار وما كارينو؟ لا، ما شريناش العقار، شرينا الزينة. هادشي باين وموثق في العقد ديال الشراء. المهم هاد الزينة اللي شرينا حنا أصلحناها، كانت مهمشة وخسرنا عليها فلوس بزاف وهذا مصاريف وكذا. وخدمنا سيدي من 2009. انت شريتوها تقريبا 2009؟ 2009 الى يومنا هذا مازال تنستغلوا هذا المحل. في 2009 دخلنا لهذا المحل، صلحناه، بدينا خدامين فيه. الثلاث سنين الاولى 2009 2010 2011 تنخلصوا الكره للجماعه ديال البقعه اللي فوق منها الزينه. شحال المبلغ تقريبا؟ 1100 درهم. كانت 1000 درهم وزادوا ولات 1100 درهم. حنا ما عندناش مشكل في الكرا. ديك الساعة ما كان حتى شي مشكل ياك؟ نعم؟ كان ديك الساعة حتى مشكل؟ ديك الساعة ما كاين حتى شي مشكل. المشكل غيبدا ملي بداو تيجيو عندنا ناس تابعين سماسرة ديال الرئيس ديال الجماعة ديال تطمليل. جاو عندنا سيدي قالوا لك باللي أنت ما عندكش الحق تشري هاد الزينة. الناس اللي باعوا لك ما عندهمش الحق يبيعوا لك، وهذا الشيء ما كاينش في العقد اللي ديجا دايرين هذوك الناس اللي باعوا لنا مصطفى اوكيل وعلال اوكيل. اللي باعوا لنا العقد اللي دايرين مع الجماعه ما فيش ما يفيد انهم ما عندهمش حق يبيعوا. عندهم شرط واحد هو انهم ما يكريوش شي حد اخر. عندي لي بيرمي دابيتي، عندي الرخصه ديال استغلال المقهى والمشروبات والمأكولات وهذا، وعندي يا سيدي لونجاجمون دو كونستخوير، كل شيء كاين قانوني. وكنتو تأديو ضرائب ملي نتوما خديتو هاد المحل؟ هاد المحل ملي خديناه سجلنا العقود ديالنا، سجلنا الاصل التجاري، سجلنا العقد البيع، وعندي ما يفيد هنايا. والان المحل في سميت الوالد ديالي، في هذا في دار الضريبه ديال هذا ديال حي مولاي رشيد، حي البركه، مسجل تحت الاسم ديالو، وراه كاينين الارقام ديالو، كاين كل شيء، يعني العقد قانوني 100%. إلا سمحتي السي حميد، أنا لاحظت بأن المحل خدام، الأمور غادا مزيان، كنتو كتخلصوا الكرا ديالكم من الانضباط، فشنو اللي خلى هذا الرئيس أنه تيدعيكم بهذه الدعوة ديال الإفراغ؟ المشكل ماشي هو القهوة. دابا الجماعة جابت لنا حكم بالإفراغ، وفي هذاك الوقت اللي جا هذا الحكم بالإفراغ، الرئيس ديال الجماعة تيصيفط لك السماسرة ديالو باش تنيغوسي معاه. أشنو غاتنيغوسي معاه؟ غاتنيغوسي معاه واحد الموضوع اخر. حنا عندنا معاه نزاع شخصي على عقار اخر. كاين نزاع اخر؟ نزاع اخر على شخص، نزاع شخصي بيننا وبين بيننا وبين رئيس الجماعه. عقار شراه الوليد من عند ناس، هو نفس العقار شاريه رئيس الجماعه من عند ناس اخرين، وهذا النزاع من 2007 الى يومنا هذا. نزاع داخل القضاء؟ داخل القضاء وباقي جاري في القضاء، الملف باقي في المحكمه. دابا الرئيس اشنو دار؟ خلق لك هاد الموضوع ديال القهوة باش وسيلة الضغط، وسيلة باش يضغط عليك باش تنازل له على الدعوة ديال الأرض اللي ساوية ملايير. ماشي غادي نقول لك راه الأرض كبيرة وغادي تشوف الموقع وكل شيء. تنازل ليا على الدعوة ديال الأرض
ونفوت لك هاد البقعة، وماشي نفوت لك، يخلصهم لك هو، هاد البقعة اللي فوق من القهوة هو يخلصها لك، بحال هكا بهاد الكلمة. جاء على لسان السماسرة اللي جاو عندك؟ السماسرة اللي هما معروفين الناس ديالو اللي خدامين معاه، قالوا لك سيدي هو يخلص لك هاد جوج ديال البقع وتنازل أنت على لافير، شحال دايرين هاد البقعة، هاد البقعة اللي فوق من القهوة شحال دايرة؟ شحال ساوية؟ 100 مليون 200 مليون 300؟ نتنازلوا على افير انايا ديال ملاير ديال 20 مليار ولا 30 مليار؟ ما يمكنش. حنا شارين قانونيين، اللي كنطالبوا به دابا هو تفويت ديال هاد البقعة. هو كان تيقول الجماعة تتقول لك بشخصها بصفة رئيس الجماعة، هو تيقول لك اودي انه كاينه مصلحة عامة. حنا ثبتنا ان ما كاينش مصلحة عامة. شوية قالوا لك اودي باللي انتوما موقفين مشروع ديال الطريق. جبنا ما يفيد ان الطريق راه دازت وكل شيء، حنا ما عندناش مشكل مع شي حاجة تقنية، ما كاينش. المشكل اللي بيت القصيد هو ان رئيس الجماعة كيبتزنا ان بغي يفرغك هذا المحل باش تنزلوا على العقار. تقدمنا بطلب تفويت في 13/3/2018 بدون جواب. عندي مجموعة من الشكايات، وزارة الداخلية، وزارة العدل، والمجلس الأعلى للحسابات، والعامل، ما كاينش جواب. احنا بغينا نعرفوا هذا السيد هذا واش كيحكم كل شيء، واش هو فوق السلطة، اشنو بغينا نعرفوا هذا الشيء فين غادي، لاش بغى يوصل، ولاش غيدخل لنا هذا الموضوع في هذاك الموضوع، هذاك موضوع بوحده وهذا موضوع بوحده. حنا كيف فوتوا لهاد الناس؟ كان هذا ارض كانت فيها 22 قطار، خداتها الجماعه من املاك المخزنيه وجهزاتها، كانت القهوه مبنيه ديجا، وكان هنا غير خلاف هذه المنطقه هذه، كانت 22 قطار كانت في املاك المخزنيه ديال الدوله، يعني الملك العمومي، كانت ملك عمومي. دابا دارت لوتيسمو ولات ملك خاص، ما بقاتش ملك عمومي. جزءات هاد المباني اللي حداكم كلهم كلها تملكات، كلها تملكات اللي من ديالي وعلى اليسار ديالي، وعندي لي كونطرا ديالهم كاملين. طلب ديال التفويت فين باش جاوبوكم؟ ما جاوبوناش لا بايه لا بلا. كنقول لك الطلب ديال التفويت ها هو عندي، حطيناه في 13/3/2018، وعندنا طلب اخر قبل منه في 2015 حطيناه عن طريق محامي، وما عرفتش شنو داروا لي. اللي غنرجع معاك للموضوع الاساسي، دابا كيبقى في الدعوه اللي كانت قائمه بيناتكم حول الافراغ من هذا المحل، هو انكم ياك داروا على الكراء، على الكراء ياك؟ لا ماشي على الكراء، قال لك ما عندكش الحق ما تشري. هذوك الناس اللي باعوا لك قال لك ما عندهمش الحق يبيعوا لك. الحين ان هذا البند قلتي غائب، هذا البند هذا اسمح لي، هذا البند هذا غائب في العقد اللي درتو؟ في العقد، العقد ها هو قدامي. ملي كنرجعوا للعقد اللي دايره الجماعه مع هاد الناس اللي باعوا لينا، كتقول لهم منع الكراء الفرعي للعين المكرات فقط، ما قالوش انهم ما عندهمش الحق يبيعوا الزينه، لان اصلا هاد الزينه ماشي ديال الجماعه. بالنسبه لراسلتي شي جهات معنيه في هذا الموضوع هذا؟ راسلنا، عندي مجموعه ديال الشكايات، وزاره الداخليه، هذا المفتشيه، هذا المفتشيه ديال الرباط، ديال هذا ديال وزاره الداخليه، وزاره العدل، مجلس الاعلى للحسابات. كان شي اجوبه مقنعه؟ ما كاينش حتى شي جواب لحد الان، ما كاين حتى شي جواب، الا جواب واحد توصلت به من عند الباشا ديال الجماعه ديال تطمليل، تيقول فيه باللي انه هذاك الملك خاص، وانه حنا ديجا عندك حكم بالافراغ، وانك انت بغيتي تختلق هذه الهضره وبغيتي دير تشويش على الجماعه، وبقيتي كتشكى وكدير وكدير وكدير. دابا هذا المحل ما كنستافدش منه غير انا، هاد المحل كتستافد منه عده ديال الناس، ما يزيد على 15 خدام، وكل خدام كيصرف على عائله، يعني مجموعه ديال الناس كيستافدوا من هاد المحل. ابار حنايا اللي هو المدخول ديالنا الوحيد، كيستافدوا معنا منه ناس، يعني هذا محل تجاري خدام، تنخلصوا الواجبات ديالنا، الماء، الضوء، المسائل القانونيه تنخلصوها. السير ديالو غادي مزيان، غير هذا المشكل هو مزيان، ما كاين حتى شي مشكل مع حتى شي حد. المشكل اللي عندنا دابا هو انه حنا طلبنا تفويت، ما بغاش يفوتوا لينا. الا تيقول لينا هو في الجواب ديالو كيف قالوا انه هذه البلاصه مخصصه للفيلات، حنا مستعدين سيدي نريبوا هذا المحل هذا، ولكن
يفوتوا لنا هاد البقع نخلصوهم دابا نخلصوهم ونبنيو حتى حنا فيلات. اش غنديروا بالقهوه؟ كلمه ختاميه. كلمه ختاميه اخويا، هاد الجماعه كتعاني بزاف ديال الخروقات. حنا كنطالبوا من هاد المنبر الناس المسؤولين والسلطات المعنيه باش يتدخلوا في اقرب وقت ممكن، لانه مساله ولا تقلبات ولا الوقت ما بقاش، وما بغيناش نوصلوا لشي حوايج اللي غادي يضروا فيها حنا وغيضروا معنا ناس اخرين وغيضروا معنا اسر غادي تشرد، لان هاد الخدامه اللي كاينين في هاد المحل كيصرفوا على ناس راه ازيد من 15 واحد، كيصرفوا على عائلات وكلهم تقريبا مزوجين، وها العيد كبير ها هو جاي والافراغ كاين في الاخر ديال هاد الشهر، فين غادي يمشيو هاد الناس؟ اشنو غادي يديروا؟ واش يهزوا لافتات ويهزوا رايات ويمشيو يوقفوا قدام العماله ولا شنو غادي يديروا؟ بغينا الناس المسؤولين يتدخلوا، اعلى سلطه عندنا هنا في العماله كنتسناو جواب من العماله، راه تقدمت لهم بشكايه تعقيب على جواب اللي جاوب به الرئيس ديال الجماعه، راه تقدمت به وها النسخه منه غادي ندلي بها لكم، وبغيت الجواب ديالها يجاوبنا في اقرب وقت، وحنا مستعدين اننا نخلصوا هذا البقع ويجاوبونا على الطلب، طلب التفويت اللي هو في 13/3/2018 اللي فات الاجل القانوني ديالو، واللي سيدنا هضر على هذا الشيء ديال التسريع في جواب طلبات المواطنين، وهذا الشيء راه اكد عليه في هذا الخطاب الملكي الاخير بمناسبه ديال عيد العرش. وكي غنقول لك مساله ماشي مساله شخصيه ولا هذا، مساله فيها ناس بزاف اللي غادي يتضروا. نتمنوا في الله خير ومسيره موفقه. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.